يقال ان رئيس نادي ريال مدريد الحالي فلورنتينو بيريز لا يحب النجوم او الاساطير في النادي. مكالمه او تسجيل صوتي مسرب في وقت من الاوقات يهاجم فيه راؤول جونزاليس وايكر كاسياس، ثم يوافق على رحيل كريستيانو رونالدو، ثم يوافق على رحيل سيرجيو راموس. هل فعلا فلورنتينو بيريز لا يحب النجوم الكبار او اساطير النادي مثل هؤلاء النجوم؟ أنا أعتقد أنا أعتقد أن في الفترة التي كان يترأس فيها ريال مدريد وأنا كنت عضو مجلس إدارة، أنه تعاقد مع لعيب كبيرة، وبالتالي لا يمكن أن نقول هذا، ولكن قد نقول أنه رئيس نادي قد لا يتوافق مع جميع الظروف التي أو يوافق على جميع الظروف التي قد تؤدي إلى التعاقد مع لعيبة كبرى. ولكن أعتقد أن الخطأ برغم الخطأ الذي سمح به برحيل كريستيانو رونالدو، ولكنه نجح في ضم لعيبة عظيمة للنادي، وأعتقد أنه كان لديه اتزان خاص به حتى يوازن في الأمور المالية في ريال مدريد. جائحة كورونا بالتأكيد خلفت مشاكل مالية كثيرة وكبيرة عند كل الأندية الأسبانية وكل الأندية في العالم طبعا. ريال مدريد عانى من هذه الأزمات هذا الموسم في عدم ضم صفقات كبيرة بأسعار كبيرة هذا الموسم تحديدا. أعتقد أن الجائحة للأسف أثرت على كل الجوانب الاقتصادية على مستوى العالم، وبالتالي فعلا أثرت علينا، ولكن لدينا نظام خاص بالريال مدريد بأن ريال مدريد ليس علامة تجارية ولكنه نادي رياضي من الدرجة الأولى، وبالتالي لدينا المساهمين الخاصين بنا، وبالتالي لم يكن لدينا مشكلة كبيرة في رأس المال، وبالتالي استطعنا أن نحل بعض المشاكل المالية بهذه الموارد المالية، استطعنا أن نجابه هذه المشكلة، وأعتقد أننا قمنا بالحل الأمثل لهذه المرحلة، وبالتالي لقد عانينا فعلا، ولكن استطعنا أن نقلل تأثير هذه الجائحة علينا. تجديد ملعب برنابيو أثر على النادي ماليا في وقت كان فيه جائحة كورونا، هل قرار تجديد ملعب برنابيو كان قرار خاطئ في هذا التوقيت؟ نعم نعم، لقد كان إنه استثمار جيد جدا، ولكن لا اعلم اذا كان من الضروري عمله ام لا، ولكن هذا الاستاد رائع جدا، معظمه مغطى، وبالتالي سيسمح لنا بالاحتفالات بكرة القدم داخله، واعتقد ان اي فريق يتمنى ان يكون له استاد مثل هذا الاستاد، وبالتالي أعتقد كما قلت بأن نظامنا المالي ونظامنا الاستثماري يستطيع أن يتخطى مثل هذه المواقف ويقلل من تأثيرها السلبي، وبالتالي من الممكن تغطية أي خسائر لحل المشاكل. قد لا نستطيع أن نحل المشاكل كلها بالكامل، ولكن كنا قادرين على حل معظم المشاكل التي واجهناها بنجاح كبير كما قلت من قبل، وبالتالي ما يهمنا هو اللعب وأن نقوم بالاستثمار داخل النادي، وأعتقد بأن خبرتنا في الاستثمارات السابقة في النادي قد ساعدتنا على هذا. لقد كنا خلال سنوات كثيرة نواجه مثل هذه الظروف وكان لدينا خبرة في التعامل معها.